السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من مكان جديد. احنا النهاردة جايبين لكم كل الهدايا، عندنا هدايا الفالنتين وهدايا العيد ميلاد، ده غير بقى كمان شمع العيد ميلاد والهيليوم، كل الحاجات دي معانا وخاص المتابعين 20%، غير بقى الساعات كمان. وعلى فكرة التغليف مجانا، هنتفرج النهاردة على حاجات أسعارها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى ندخل نتفرج على الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك ونبتدي على بركة الله. دلوقتي العنوان بتاعنا، احنا في اسكندرية في سموحة، الشارع ده شارع السوبر جيت القديم في أوله، ادي مطعم جاد اهو قدامنا وهنديله ظهرنا اهو، ممر بتاع كارفور يا جماعة، ادي ممر كارفور اهو، تعالوا بقى نشوف احنا فين بالظبط. طبعا انت ممكن تجيب من سيدي جابر عادي. سيكي يا جماعه، تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات الحلوه اللي فيه النهارده والعروض. السلام عليكم الاول، ازيك يا اسلام؟ عامل ايه؟ تمام. النهارده بقى هدايا الفالنتين عندك ايه؟ الفالنتين عليها خصم 20% لمتابعينك اولا. تمام. ثانيا البوكس عندنا الرابنج عليه هديه حلوه قوي، الرابنج بتاعه كله هديه. تمام. وعامه الخصم طبعا اهو، اديني قلت اول حاجه اهو على طول قر من اول كلمه. بصوا عندنا دباديب كبيره اهي، يعني اي دبدوب من دول عليهم خصم 20%، عندنا مثلا الكبير ده وعندنا الحاجات الحلوه دي، صح؟ وفي تاني ولا ايه؟ في فوق. بتبدا من كام؟ من سعر كام الحاجات عندك؟ بتبدا من اول 100 جنيه. من اول 100 جنيه ده بجيبه الحاجات دي؟ تمام. وكمان ليكوا خصم 20%، حلو جدا. ندخل على تاني حاجه بقى عندك انت مميز بيها جدا، البرفانات. عندي ازايز 50 مللي. تركيبات. ازايز 50 مللي وازايز 100 مللي. تمام. ال 50 مللي بسعر 75 جنيه. اللي هي دي ب 75 ودي؟ كبيرة ب 150. 150. تمام. حاجات عالية جدا زي سوفاج وبكارات. كل يعني الحاجات. والاكسس والحاجات الجديدة كلها. وثابتة يا اسلام؟ ثابتة 24 ساعة. ما شاء الله، من غير ما تدخل الفريزر والكلام ده بتاع زمان. الكلام ده ملوش أي لازمة، وحضرتك بتاخدي البرفان من عندي بيثبت مع حضرتك 24 ساعة على الهدوم. تمام. وانا مكسبي اللي حضرتك بزبونتي على يعني. حلو طبعا. اكيد. تمام. سوفاج بقى كرجالي، سوفاج صح؟ مش كده؟ عندي حاجات حريمي، بربري بادي، جود جيرل، برسيف حريمي، حلو قوي يعني كله، كوكو شانيل. انا شايفاه حاجات كتير. تمام زي الفل. دي كده بالنسبه للبارفانات. تمام. يعني هناخد دي ب 75 ودي ان شاء الله ناخدها ب 150. 150. ماشي. ايه تاني عندك النهارده؟ عندي بقى ساعات النهارده كده. تعالى كده الساعات كمان عليها خصم 20%، في طبعا حريمي وفي رجالي. دلوقتي بقى بالنسبه للساعات علينا في خصم للمتابعين، الساعات بتبدا من اول سعر كام؟ يعني عرفنا كده. زي ايه مثلا؟ زي مثلا حاجه شبه كده حريمي كيلفين كلاين. تمام. تمام ب 50 جنيه. ب 50 جنيه؟ تمام لمتابعينك بس. أيوة. على فكره. ايوه سعرها كده 50 جنيه يا بنات. تمام. في حاجه عندي بتبدا من اول 75 مثلا برضو كده. دي كده ب 75 الاستيك الجلد. تمام. عندي حاجه بقى بتعمل 125. لو عايزه حاجه بقى جوتشي. كده جوتشي 125. 125. حلوه. وفي حاجه فلامينجو من جوه، العقارب بتاعتها فلامينجو كده، شكلها لذيذ قوي. يعني من اول 50 جنيه هتلاقي الساعه اللي انت عايزاها. وفي رجالي كمان، الساعات الرجالي بقى. الساعات الرجالي عندك من اول 100 جنيه. من اول 100 جنيه. بصوا على وفرقوا كده عليها، دي تشكيله كده للساعات الرجالي. بصوا تعالوا نشوفوا دي كمان بقى الساعات يا جماعه، ساعات الرجالي حلوه قوي. دي كده بكام؟ دي عامله 250. دي 250 للمتابعين بالظبط كده، من بعد 300. من بعد 300. تمام. ودي حريمي برضو اللي هي الذهبي دي، ديور. دي ديور. تمام حلو قوي. دي ب 200 للمتابعين، 175. 175 بدل 200. تمام. الحاجات الجديده بقى كلها دي، الله ينور. وفي طبعا دي السودا دي حلوه قوي، كيلفين كلاين برضو. في اكسسوارات تاني، ايه الحاجات دي؟ حاجات عيد الميلاد دي ولا ايه؟ عيد ميلاد. شمع عيد ميلاد وارقام عيد ميلاد وبالونات هيليوم برضو موجوده. في بالونات هيليوم صح؟ بالونات. بكام بقى بالونات الهيليوم؟ 20 جنيه. اي بالونه هيليوم ب 20 جنيه عشان اللي بيحتفل بعيد ميلاده وعايز ياخد فوتو سيشن وكده، ب 20 اهو عند اسلام. وطبعا شنطه الهدايا زي ما انت عايزه بقى. بصوا الجمال، من اول الشنطه الصغنونه دي بكام دي يا اسلام؟ دي ب 5 جنيه. من اول 5 جنيه زي ما احنا شايفين لغايه كام اكبر واحده؟ اكبر واحده كده عامله 25. دي كده شنطه عاملة... بوكس. شنطه بوكس عامله 25. اول 5 جنيه 25. طبعا اشكال حلوه قوي عليها. تمام زي الفل. عندنا ايه تاني؟ وفالنتاين. بصوا الحاجات الحلوه، شنطه لفلفه شويه. تمام حلو جدا. عندنا ايه تاني؟ كروت كمان. يعني بقول لكم انتوا هنا جايين للهدايا والحاجات الحلوه. تمام حلو قوي. عندنا ايه تاني؟ عندنا سبري.
الحاجات دي بقى ايه اسعارها؟ اسعارها من اول 25 جنيه. يعني دي اماراتي دي ولا ايه؟ اماراتي على فرنساوي عليها خصم كده عشان بالسعر القديم يعني. حلو، بالسعر القديم من اول 25 جنيه. تمام، هلا بالخميس ده ب 25 جنيه؟ لا ده عامل 55. ده عامل 55، يعني 25 لغايه كام اخر حاجه؟ لحد 55 60. اه يعني اخرها 60. ودي الازازات اللي هي بتحط فيها الرجال اللي الفاضيه سوفاج عندك سي اي جنب منها. اه انا شايفه الحاجات الحلوه دي. تمام، بصوا دي كمان البرفانات اللي هي الازايز السايبه اللي انت بقى بتختاري انهي نوع ازازه يحط لك فيه. تمام، وايه بقى؟ عايزه اشوف الحزازات انا كده ب10 جنيه. اي حزازه ب10 جنيه دي بتاعت الكابل وكده. وفي عندنا حاجات كابل، في حاجات للكابل يعني. تمام، بصوا ب10 جنيه اي واحده. ودي كمان انا شايفه عندك حاجات حلوه. بصي دي كده، دي جميله قوي. دي طالعه موضه دي ولا ايه؟ لا والله، 15 جنيه ده البتاعه دي بتتحرك ولا ثابته؟ لا ثابته. 15 جنيه اي واحده فيهم. وبصوا في شكل السهم ده، انظر الى الخلف. تمام، وفي بصوا دي كمان انا عايزه اوريهم. دي فواحه عربيه. عايزه اشوفها. دي فواحه عربيه برضو، لو عايزه تجيبيها هديه برضو. 25 جنيه انا جايبه لكم النهارده اسعار حلوه قوي ما شاء الله. زي الفل. حاجاتك حلوه يا اسلام. بنات دي اللي هي بتاعه الكابلز اللي هي ايه، القلب فيه مغناطيس صح؟ ايوه اتفضل. تمام، بنسوق بعض بقى وكده. كده يعني فور ايفر يعني. تمام، حلو جدا. وعندنا كمان دي للكابلز، دي بكام؟ دي اللي هي فيها القلب المغناطيس ب40. ودي عاملاها 45. دي 45. في اشكال منها، دي حاجه فيه حاجه وقعت. دي تبعها برضو؟ تبعها بس معمول عليها عرض ليكم 25. 25 الواحده. تمام، حلو قوي. تعال نشوف بقى الكراتات والمحافظ، لان هو عنده تشكيله حلوه قوي وعلى فكره ومجات وحاجات جميله. يعني بصوا الكراته دي بكام الكراته؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه الكراته دي، ب10 جنيه بس والله حلو وجلدها حلو. ودي بقى دي عندك محفظه كده مون بلو. تمام، عامله 120 جنيه. 120 جنيه. تمام، شكلها ايه من جوه؟ ارماني. بصوا عشان برضو لو عايزه تجيبي لخطيبك او حاجه. دي شكلها، ده جلد ده اسلام؟ جلد. جلد. تمام، وفي حته برضو كده ارماني، الارماني جدا سودا. تمام، برضو نفس الشكل من جوه. حلو قوي. تمام، زي الفل، الله ينور. بجد حاجات حلوه قوي. انا عايزه اجيب مجموعه زي دي. المجموعه دي عباره عن ايه يا اسلام؟ عامله دي بيرفيوم وبادي سبلاش بيرفيوم بادي سبلاش في حاجه وشامبو كمان. تمام، بتبقى ب 300. 300، واللي جنبها في اللي جنبها دي جود جيل. تمام، برضو عامله 120 للمتابعين. 120. تمام، زي الفل. وفوق بقى دي نفس برضو اللي تحت كده عامله 300. 300 برضو. تمام، حلو قوي. دي بقى المجموعات.